آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا فإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم مما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم لا تجرم الدنيا ولا الآخرة ولا الله إنما يريد بما